ذاته والأمر ينطبق على أنجلينا وكريستيان، ولكن أود أن أقول أن التحديات التي نواجهها مع هؤلاء الأطفال هي كبرى. فهؤلاء الأطفال أتوا من سوريا وهم لا يتكلمون اللغات ولا يستطيعون ارتياد المدارس اللبنانية، ولذلك توجب علينا تغيير المناهج المدرسية لكي يستطيعوا أن يتكيفوا مع هذه المدارس. وبانتظار عودتهم إلى ديارهم علينا أن نعالج هذه التحديات وأن نعتمد الخطة اللازمة في هذا الإطار. ما رأيك في كيفية استجابتنا لهذه التغييرات؟ لأنكم تكلمتم عن الأزمة عندما حصل إعصار كاترينا في نيو أورلينز. كنت أحد المتطوعين الذين عملوا مع كلينتون في بعثة لطلاب الجامعة لمعالجة آثار هذه الكارثة، ونحن نشهد مثل هذه الكوارث كل يوم. لذلك لقيت مثل هذه النماذج لمعرفة كيفية معالجة هذه الأزمات. ونحن بالطبع لابد علينا أن نطبق ذلك على الأزمة السورية. هل يمكننا أن نبذل جهودا أفضل في هذا الإطار؟ أود أن أقول إنكم بذلتم جهودا كبرى وأنتم طموحون وجريئون، وعلينا نحن أن نواصل دعمكم لتطبيق هذه الخطة، لأن الخطة جيدة ومتينة وهي خطة رشيدة وواعدة، ونحن علينا توفير الأموال والموظفين والتدريب وأن نعبر عن صوتكم، لأن الوظيفة لا تقع فقط على وزارة الخارجية أو على لبنان فقط. وكما قال ديفيد، نحن نعلم أن هذه المهمة تطلعون بها حضرتكم، وعلينا أن نحرص نحن على أن نعبر عن أصواتكم وآرائكم وأن ندعمكم. وعلينا أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي: ماذا يمكننا أن نفعله اليوم؟ ما هي النقاط التي يمكن أن نحسنها؟ وقد تكلمتم عن مثلا عن كيفية تحسين الوضع، فمثلا إذا حصلت حادثة معينة مع الأطفال السوريين كيف يمكن مواجهتها؟ وذلك يتم من خلال توفير الأموال. وكما قال جوردون براون، هناك تحديات كبرى متعلقة أيضا بالقطاع الخاص الذي باستطاعته مساعدتكم، وأنتم بحاجة إلى مبادرات جديدة ومبتكرة. ففي لبنان مثلا تتمتع المدارس بوسائل متطورة وبتكنولوجيا المعلومات، ويجب أن يصبح اللاجئون على دراية بهذه التكنولوجيا، وذلك لكي يطوروا قدراتهم. علينا أن نفكر في الابتكار الذي يصب في مصلحة الأطفال اللاجئين وفي مصلحة التلاميذ اللبنانيين أيضا. فنحن علينا تطوير المناهج وتشجيع تكنولوجيا المعلومات واقتناص الفرص المتاحة أمامنا. شكرا. لقد تكلمتم عن هذه المسألة الأمس ولا يعود إلينا اليوم تحديد ماذا يجب فعله، ولكن بما أنكم تكلمتم عن الإطار السياسي لا نود خوض هذا الإطار. لكنني أود أن أقول أنه بالنسبة إلى لبنان اليوم يجب أن اختيار رئيس للبلد هذا أمر أساسي لتسيير المؤسسات، هذا أمر ضروري. نحن نعلم بأن هذا هو الشعور الذي يراود معظم اللبنانيين اليوم، إنهم يطالبون بمؤسسات يمكنها القيام بعملها وتسيير البلاد. نحن نحاول انتخاب رئيس ونعلم من هو. أرجوكم ساعدونا بأي طريقة ممكنة. أنا أعتقد بأنك أصبحت أكثر شعبية في هذه الجلسة من خلال ما قلته.
لكنني عقدت هذه المناقشة مع ديفيد أيضا، وأنا أعلم موقفك. لا نريد أن ننخرط أو لا نريد انخراط من قبل أي طرف خارجي، ولكننا نشترك الرأي. نحن نحاول جاهدين القيام بذلك، انتخاب رئيس، ولكنه أمر صعب. ديفيد، هل تود التعليق قبل ختام المناقشة؟ سنستمع إلى كريس، لأننا سننتقل إلى الجلسة التي سيتكلم فيها الوزير مشنوق. أنا بالطبع أوافق على الملاحظات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، ولكنك توافقني الرأي بأنها ستصبح الأكثر شعبية في هذه الجلسة من خلال مقالته. أنا أعتقد بأننا بحاجة إلى خطة وإلى مناقشة المقاربات الضرورية وزيادة فعالية هذه المقاربات، وعلينا أيضا أن نستخدم هذه الأدوات لمناقشة للمشاركة في المناقشات. والجدير بالذكر دور القطاع الخاص والمنظمات الخاصة فالسفارات وغيرها من المنظمات عليها أن تتعاون مع المدارس التي تعلم اللاجئين السوريين، ويمكن تأسيس نظام رعاية في هذا الإطار. وأود أيضا أن أتكلم عن التعليم غير النظامي. هناك بعض المشاكل التي تواجه المدارس غير النظامية فيما يتعلق بالمنهاج. هناك مدارس غير نظامية توظف مدرسين سوريين لا يتلقون رواتبهم من الدولة، ولكنهم بارعين وقاموا بعمل رائع. ولكنني قلق أنه نظرا للمنهاج فهم يواجهون عوائق وتعرض مهنتهم تتعرض للخطر. لكنني أود أن أسأل كيف يمكننا أن نستخدم هذه البنى المتاحة، لأن القطاع العام لن يتمكن وحده بالتصدي لهذه المسائل. أود أن أقول أن برنامج ALP قد بدأ بالنسبة إلى نظام غير التعليم غير النظامي، فهناك 10,000 تلميذ سيلتحقون بهذا البرنامج، ونحن في طور إعداد ذلك. يجب أن ينتقل التلاميذ من التعليم غير النظامي إلى التعليم النظامي بالطبع، لأنهم بحاجة إلى تعليم ذات مستوى أرفع، ونحن نظمنا ذلك وفي طور التخطيط. هذا أمر جيد. ديفيد، أود أن أشكر USAID لجهودهم فالأموال التي قدموها قبل الأزمة قد تكون مغفولة من قبل كثيرين في لبنان. لقد زرت البقاع وجنوب والشمال، وأحيانا كرة تعقد فيها ورش عمل و تعمل فيها عدة مصانع، وأنا أرى هناك لاصقات USAID وأرى أنه يطلع بدور مهم هناك، إلا أن الناس يغفلون ذلك. ونحن نود أن نعرب عن امتناننا للأمريكيين لأنهم يساعدون اللبنانيين. وهل سيستمر ذلك بالرغم من المساعدة التي تقدمها للسوريين؟ هل ستقدمون مساعدة للبنان أيضا؟ بالطبع، كما قلت هذه البرامج تعود لعدة عقود وستستمر لعدة عقود لأن الحاجة كبرى. لسوء الحظ هناك عدة أسباب لن أخوضها فيها اليوم، ولكنكم تدركونها، إن المدارس العامة مهملة وخصوصا تلك الواقعة خارج العاصمة.
وبالتالي نحن ما زلنا شركاء متينين للبنان، نسعى إلى تعزيز هذه المدارس ونتشارك القيم مع لبنان في هذا الإطار. فلبنان يثمن التعليم، وقد حقق اللبناني عدة إنجازات في التعليم، وعلينا دعمها والاستثمار في هذا المجال. شكرا، سنختتم الجلسة الآن. هل تودون التعليق قبل أن ننتقل إلى الجلسة التالية؟ لأنني أود أن أطلب منكم، أود أولا أن أقول أنه عندما توليت منصبي الحالي قال لي كثيرين في الحكومة وخارجها أنه يجب ألا أعتمد على الأسرة الدولية لأن توقعاتي قد تحبط، لكنني تعلمت مثلا في لندن بأن الأقوال تترجم عبر الأفعال. هل هذا صحيح؟ نعم، لقد نظمنا أنفسنا وأظهرنا بأننا جاهزين للعمل، وبالتالي لمسنا المساعدة من الخارج. وبالطبع أن الأزمة تؤثر على الكل، على كل لبناني وعلى اللاجئين، وأنا آسف لقول ذلك، ولكنه أمر ضروري. يجب أن يكون هناك لوح في كل مدرسة، لأن هناك بعض المدارس محرومة من الألواح، وهناك تلاميذ يكتبون على الجدران. يجب وضع حد لذلك، يجب أن تتوفر الألواح لكل المدارس، وبنهاية هذا العام الدراسي ستتوفر الألواح لكل مدرسة في لبنان. إذن سنعمد أيضا إلى تأمين الإنترنت لكل مدرسة، وقد أرسلت بريدا إلكتروني من قبل الوزارة وطلبت من فادي أن أقوم بذلك بطرق إلكترونية، وأن أطلب من الجميع الرد والتأكيد على أنهم تلقوا البريد الإلكتروني، وأنا تلقيت 5% من الإجابات. يجب أن نضع حد ذلك، يجب توفير تكنولوجيا المعلومات لتلك المدارس، ونستطيع القيام بذلك من خلال مساعدتكم. هكذا تستفيد المدارس اللبنانية ويستفيد الجميع. قبل الختام أود أن أسألك وأسأل كافة أصدقاء لبنان الاستمرار بدعم الجيش اللبناني، لأن مستقبل لبنان يكمن في هذه المؤسسة. فلولا الجيش اللبناني لما كان هناك لبنان اليوم، لما كنتم هنا تساعدون اليوم. إذن نحن ندعوكم إلى دعم الجيش اللبناني، فالجيش اللبناني يحمينا ويحمي اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضينا. شكرا جزيلا على هذه الجلسة. لن نتوقف مع استراحة لأن الوقت يداهمنا، سننتقل إلى الجلسة الثانية. شكرا جزيلا.